الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الله عز وجل في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذه الآيات المباركات من هذه السورة العظيمة، سورة طه، فيها بيان أن القرآن الكريم كتاب السعادة، فمن أرادها لنفسه فعليه بموردها العدل ومعينها المبارك ومنبعها الذي لا ينضب، كتاب الله عز وجل. كما أن هذا المعنى قرر في هذا الموضع من سورة طه: فإن السورة صدرت به، حيث بدأ الله عز وجل هذه السورة الكريمة بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، فهو كتاب سعادة، فمن كان من أهل القرآن فهو من أهل السعادة، ومن أعرض عن القرآن كان من أهل الشقاء. وقد ذكر في بعض كتب التفسير أن المشركين قالوا إن هذا القرآن أنزل على محمد ليشفع به هو أصحابه، ليكون سببا في شقائهم وبؤسهم وتعاستهم، فأنزل الله عز وجل قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم لتسعد. وقوله: فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نفي للضلال ونفي للشقاء. وفي هذا النفي إثبات لضد المنفي، فنفي الضلال فيه ثبوت الهداية، ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى، باتباع هدى الله عز وجل الهداية والسعادة. والهداية والسعادة أمران متلازمان وقرينان لا ينفكان، فمن كان مهتديا فهو سعيد، ومن كان ضالا فهو شقي، والشقاء قرين الضلال الذي لا ينفك عنه، فمتى وجد الضلال وجد الشقاء، ومتى وجدت الهداية وجدت السعادة. وسبحان الله، هذا أمر يدركه الناس، من كان في بعد عن الله وطاعته والاستقامة على شرعه ثم اهتدى يحس في قلبه لذة
كانت مفتقدة، وحلاوة كانت معدومة، وطعما كان لا يشعر به. فلما أكرمه الله ومن عليه سبحانه وتعالى بالهداية ذاق الحلاوة، وجد الطعم، طعم السعادة وقرة العين وراحة البال وسكون النفس، أمرا لم يكن يجده قبل ذلك. وأحكي لكم في هذا المقام قصة عجيبة. اتصل بي قبل سنوات رجل بعد صلاة العصر وقال: عندي سؤال، ولكن قبل السؤال أخبرك بحالي. قال: أنا أبلغ من العمر 27 سنة ولا يتحرك في من بدني إلا رأسي فقط. قلت: منذ متى وأنت على هذه الحال؟ قال: منذ 2 سنين. قلت: وما سبب ذلك؟ قال: حادث سيارة. قلت له: أنت في أي مكان؟ قال: في المكان الفلاني. قلت: أرغب في زيارتك. وزرته في اليوم نفسه، وأخذ يتحدث لي عن قصته حديثا مطولا. جلست معه ساعة ونصف، وفي غالب ذلك الوقت كنت مستمعا ومستفيدا، لأن حياته فيها عبرة. قال لي كلمة وهي موضع الشاهد من القصة، ولا أطيل بتفاصيلها. قال لي: والله إنني أحس بسعادة، مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها. كان قبل الحادث مفرطا، وبعد الحادث أصبح مقبلا على الله، ذاكرا مصليا تاليا للقرآن. أحضر له أحد الأفاضل جهاز كمبيوتر يشتغل بالصوت لأن يده لا تتحرك، وجرب أمامي يخاطب الجهاز فتنفتح السورة التي يريد، يخاطب الجهاز فتنفتح الآية التي يريد، يخاطب الجهاز فينفتح التفسير الذي يريد، وأمام القرآن ويقرأ ويحفظ ويقرأ التفسير، ولا يحتاج إلى تقليب صفحات باليد أو ينادي أحدا يفتح له المصحف. الآية التي يريدها يطلبها مباشرة، ويريد تفسيرها أيضا يطلبه مباشرة، ويقول: والله إنني أجد سعادة، مشيت على قدمي كثير أبحث عنها لم أجد. فليعتبر الإنسان الصحيح وليتبع. فالهداية والسعادة إنما تنال بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن طلبها من غير كتاب الله عز وجل لا يحصل إلا ضياعا، ولا ينال إلا تبابا وخسرانا في دنياه وأخرى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وتنبه هنا لقوله: فمن اتبع هداي، فمن اتبع هداي، لأن المطلوب في القرآن اتباعه لا مجرد تلاوته وإقامة حروفه. فالقرآن إنما أنزل ليعمل به لا لمجرد إقامة حروفه مع إضاعة حدوده. ولهذا قال: فمن اتبع هداه. فالمعنى الذي تترتب عليه السعادة اتباع الهدى، لا مجرد حفظ القرآن أو حفظ حروف القرآن. واتباع هدى
كتاب الله عز وجل فرع فهم القرآن وتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهي أمور لا بد منها لتنال السعادة، تلاوة للقرآن وتدبر لآياته وعمل به اتباع لهداه. قال: ومن أعرض عن ذكري، أي أعطى الذكر جانبه صادا عنه معرضا عنه غير مقبل عليه، فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا هنا يعيش عيشة الضنك، ونحشره يوم القيامة، يعني تلك عقوبة أخروية وهذه عقوبة دنيوية. يعيش عيشة ضنكا، أي في غم وفي هم وفي ضيقة صدر وفي نكد عيش، عيشة ضنكا. ولهذا لما تشتد عيشة الضنك على أقوام بسبب شدة الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، يلجأ بعضهم في إزالتها عن قلبه بتعاطي المخدرات وشرب الخمور والزيادة في فعل الآثام والشهوات المحرمة، يظن أنها تكسبه لذة وهي تمكن لعيش الضنك في نفسه. وبعضهم يلجأ إلى الانتحار فيقتل نفسه ويزهق روحه من شدة ما يجد بصور شنيعة وبشعة للغاية، يريد أن يتخلص من النكد الذي يعيشه. فعلى المسلم أن يحمد الله حمدا كثيرا طيبا أن هداه الله سبحانه وتعالى للقرآن، وأن من عليه بمعرفة كتاب السعادة وبابها المبارك، ولينهل من هذا المعين العذب والمورد المبارك ليسعد في دنياه وأخرى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تكتب لنا حياة السعداء، وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تصلح لنا شأننا كله، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.